السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعي ومتابعاتي المنصة، أهلا بكم عبر هذا البث المباشر الحي الذي نقول لكم من خلاله وصول جذمان المغفور له حمادي البشراية في مطار مدينة والي. حمادي الذي وفاه الأجل الأسبوع الماضي في مدينة برشلونة المملكة الإسبانية، ها هو يعود إلى أرض الوطن ومثواه الأخير. هاي الطائرة هي اللي جاي فيها جذمان المغفور له، طلعوا فيه حشد غفير من النواذب معارف أقرباء المرحوم نظرا لظروف جائحة. قررت السلطات عنهم ما يدخلوا لا روابيز محددين ناسك قدام، وهذه الطائرة هي اللي جايبة المغفور له، طائرة اللي الصورة ترعوا فيه. مرحوم حمادي البشراية هذا البان وخلاه قدر من الرواقيج قدر يدخل أبوي الله أن يدخلوا لتشيع جنازتي أغفر له حمادي والبشراية. هاك ريثة تفتح طائرة لجاي جذمان مغفور له. هاي سيارة الإسعاف اللي تنقل جثمان المرحوم من داخله.
طبقنا خمرة القيادة للطائرة هو نقصها وقبطان الطائرة لا نقص بعض الوجهاء ضمنهم نائب رئيس جيت نغذبه بعض معيار المدينة المرحوم ما يبدو لنا متابعي ومتابعتنا صراحة الآن هذه الأجواء مؤثرة صراحة ننتظر تجهيز إجراءات نزول جزمان المخور له إلى تلك اللحظة معي الصور مؤثر رحم الله المغفور له رحمته الواسعة تقمده فسيح جنانه وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا ما وعدنا الله وصدق المرسل. حقيقة ما باقي حد هشمنا ما باقي حد كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. هي الحقيقة التي لا ريب فيها لأن ما باقي حد. الناس كانت الطريق مضبوطة هشمنا العاقل من يتعظ ما تقلع فوتوها تذكر لي الفوتو ما عندك مشكلة قا فوتو محكم فيهم
لتذكير الصلاة في مسجد قباء. ظهرك عقب صلاة العصر مباشرة مسجد قباء اللي حدا شق الصالة، مسجد قباء ذاك اللي على قدرون اللي قارب مرصة ما تعرف مرصة العليات. مسجد قباء هو اللي فيه صلاة الجنازة، ستقام فيه صلاة الجنازة إن شاء الله، ويتعود مباشرة بعد صلاة العصر. ما نحد قد يصلي فهم العصر يبار أجر الجماعة ويحضر فجر. جزا الله خيرا كل من دعا المرحوم بالمغفرة والرحمة إن شاء الله. الآن الإجراءات يكتفوا عن الوقت والجزمان. هل هو 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 هل